عودة من جديد لعشرة الصحف الأهلي وضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتن فتحي نصير اللي قبل ما قطعه مضطر عشان الفاصل كان بيتكلم عن هواند فيما يتعلق بيه بيتسو موسيماني. وصلنا في الكلام عند النقطة دي. على النقطة دي إن هو من ضمن الحاجات هو دلوقتي بيحضر لمباراة أو لبطولة السوبر. ما بقولش مباراة، هي مباراة واحدة لكن في المعنى بطولة، لأن بتنتهي من ماتش واحد. طبعًا. بطولة هتنتهي من مباراة واحدة. يبقى هذه بطولة ومباراة، بس من خلال المباراة هتتحقق بطولة. صحيح. أو نعتبر نهائي بطولة. ماشي. الراجل لغاية دلوقتي ما يعرفش هيلعب بمين. هل باللعيبة القدامى بس ولا القدامى؟ ولا هيلعب بالجداد اللي منضمين ولا هيلعب بالمعارين؟ أهو كانوا موجودين عندنا. مشكلة كبيرة قوي يعني. موضوع يعني مش بيصعب الامور كده علينا. انا قلت في اول حاجه لما قلنا هل موسيماني النادي الاهلي هيقابله مشاكل الموسم الماضي، فقلنا بس لو في حاجه منتظم دي، انا مفروض عندي مباراه ببعت رساله للفرقتين اللي هي النادي الاهلي طلع في المباراه، المباراه يوم كذا، مش انتوا بعتوا للنادي الاهلي قلت المباراه يوم 21؟ اكتب بقى ما يبقى السطرين شروط المباراة الآتي. نمرة واحد، بالزبط. الزمن 90 دقيقة، نطبق القانون الاتحاد الدولي. وقت التعادل هيبقى مثلا في ضربات ترجيح أو هيبقى في وقت إضافي ثم ضربات ترجيح. ده مش ماتش عادي، بنتكلم في بطولة. بطولة يعني. عشان كده ألوان الفانيلات، مين البطل الدوري؟ الأهلي. فانيلاتك يبقى هتلعب بنفس لبسك. مين التاني؟ طلائع الجيش، هتلعب بنفس اللبس كذا 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 والبديل بتاعك كذا. طيب المباراة هتكون كام؟ هتكون الساعة كذا. طيب مين اللي هيشيل حق المشاركة للعيبة دول؟ أيوة. مين؟ اللعيبة المسجلين سابقا، اللعيبة المسجلين والمعارين، اللعيبة المسجلين والمعارين والمسجلين جداد. يعني يكون الخطاب وافي لكل التفاصيل والملابسات المتعلقة بالمباراة دي. كل اللعيب الموقوف، اللعيب اللي عنده انذارات، اللعيب المصاب، اللعيب، كل الحاجات دي تكتب. ده انا اكتب المباراة، اكتب كمان المباراة هتقام يوم 21 الساعة 7 استاد برج العرب. في اليوم ده هيكون الطقس درجة الحرارة هتكون مثلا 20 درجة، هتكون 15، هتكون 17، اتجاه الريح. ان كل تفصيلة من دي ليها انعكاسات بقى وليها تحضيرات وترتيبات. ايوه، لان انت درجة الحرارة تفرق بقى معايا في ان انا لو حر جدا يبقى هقول للعيبة، وبالتالي لما اقول درجة حرارة هقول ان في بريك تايم للووتر، انه هيشرب ووتر بريك او ما فيش. ايوه، التفاصيل يعني اللي هي المهمة قبل اي مباراة. اكيد دي لستة طبعًا. كتالوج للمباراة، بحيث انا لما اقراها ما اسالش سؤال. طبعا بعد المباراة سيتم تكريم الفريق. احنا باعتين احنا كنادي اهلي اصلا كان معانا الخبر ده، بنسال يعني وضع اللعيبه الجداد معانا، يا جماعه حد يقول لنا طب هنعمل ايه؟ المفروض المفروض يكون هو العكس، المفروض الصحيح، بس انا دلوقتي عايز اعرف الكلام اللي بقوله لحضرتك ده يكون جاي لي يقول لي ان انت هتسلم بعد المباراة اللي هيكرموا 40 ميدالية، الجهاز الفني والاداري كذا واللاعبين كذا، اللي هينزل على الاستيج مثلا رئيس الاتحاد ورئيس النادي ده ورئيس النادي ده. يعني شرح وافي لكل تفاصيل. على ذكر الانذارات وعلى ذكر الطرد والنوع ده من الامور، هو لما يكون في لعيب تم التعاقد معاه مؤخرا وكان مطرود مثلا، ايه الوضع؟ بتتحسب بقى الطرده دي؟ بتتحسب مع فريقه الاولاني؟ لو كان موقوف يبقى هتوقف، لازم يتوقف. طب لو كان والانذارات كذلك نفس بتتاخد في الاعتبار؟ لا، الانذارات بتسقط. الانذارات الطرد لا. اما ده اللي انا قلته. يعني لو لعيب موقوف، احنا جايبين لعيب اجنبي واحنا عاملين حسابنا انه هيلعب معانا يجي لي واحد بعد الماتش يروح يحتاج يقول لك ده هو اللي ده لما كان بيلعب في تنزانيا في بطوله الدوري موقوف لانه واخد طرد او واخد كارت احمر. مين اللي هيقول لي الكلام ده؟ لازم تحت يقول لي كل النظم دي. انا فتحت النقط دي مش اجتهاد، ده العلم او تنظيم المباراه، تنظيم البطوله لابد ان يكون بهذا الشكل. يبقى انا جبتها بيقول كاب داون، انك بتنزل خطوه 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 لغايه ما تقول للعيبه تبديلات كام لاعب، التسخين بتاع اللعيبه بتوعك هيلعبوا ورا الجول. ما هو ده هيتقال المفروض، يعني نتمنى قريب ان شاء الله. لا قريب، اذا كنت انا مدرب انت بتقولي لي مسؤول، يبقى هو مظلوم ولا لا؟ صح. يبقى هو النهارده الحد مفروض هيجرب لعيبته
من يوم مباراة. طب امتى متوقع الرد يعني؟ انا هقول لحضرتك من يوم مباراة المقاولين اللي كانت يوم الخميس. كان المفروض يعرف مين اللي هيلعب ومين ما يلعبش. امال هو بيلعب مباراة ودية ليه؟ عشان يجرب ودية تدريبية. ايوه بس هي ودية بس تدريبية. ليه؟ عشان والتجريبية دي بيجرب اللعيبة بتاعته وتجرب طريقة اللعب بتاعته، يبقى جربها بقى السكواد اللعيبة الأساسيين اللي عنده.